مرحبا بكم في قناة ماضي للأطفال. هذه جمانة الفرس لنقم بإطعامها. قم بسحب التبن من الحزمة إلى مكان الأكل. لا تتوقف. حافظ على هذا المنوال. هذا كل شيء. أرجل جمانة يجب أن نضع لها حدوى. استخدم المطرقة لضرب المسامير. مرحى. مدهش. جاهز؟ مرحى. حافظ على هذا المنوال. هذا كل شيء. لقد حان وقت حرث الحديقة. ضع طوقا وسرجا ومحراثا على الفرس جمانة. لنقم الآن بإعداد المشاتل. قم بتوجيه جمانة على طول الحديقة من أجل الحراثة. لا تتوقف. جاهز؟ نقدم لك البقرة مارتا لنقم بإطعامها. قم بسحب الطعام إلى فمها مباشرة. يا للروعة! أنت تبلي بلاء رائعا. جاهز؟ لقد أكلت مارتا جيداً وهي جاهزة لإعطائنا الكثير من الحليب.
اسحب ضرعها لملء الوعاء بالحليب. بلاء رائعا. أنت تبلي بلاء رائعا. جاهز؟ يجب أن نقوم الآن برعي مارتا. قم بسقي الحديقة حتى تنمو النباتات التي ستأكلها البقرة. حافظ على هذا المنوال. الآن وقت إطعام الخنازير. قم بخلط الطعام في الأوعية. مدهش. حافظ على هذا المنوال. ضع الطعام في الحوض حتى تتناول خنازيرنا الصغيرة وجبة دسمة. خنازير الاستلقاء في الوحل. املأ البركة المحلة بالتربة المتواجدة في كومات التراب حتى لا تتسخ الخنازير. يا للروعة! لا تتوقف. هذا كل شيء. لنقم بتحميم خنازيرنا الصغيرة. اسحب الخنازير إلى حوض الاستحمام. تم الإنجاز. الدجاجات جائعة، لنقدم لهن الحبوب من الكيس. يا للروعة! مدهش! تم الإنجاز! لقد أكل
تناولت الدجاجات جيداً وهن الآن مستعدات لوضع البيض. قم بالتقاط البيض باستخدام السلة. أنت تبلي بلاءً رائعاً. لقد فعلناها. قد انتشرت الدجاجات في جميع أنحاء الحديقة. لنقم بالإمساك بها وإحضارها إلى الحظيرة. يا للروعة! لقد فعلناها. هذا كل شيء. ماكس على حماية الجزرات. اضغط على الأرانب ليقوم ماكس بمطاردتها. لقد فعلناها. مرحى. هذا كل شيء. تدرب أولاً. ارمي له بعض الأشياء وسيقوم بإرجاعها لك. يا للروعة! يا للروعة! تم الإنجاز. ساعد الكلب ماكس على إيجاد العناصر المخفية. اضغط على أكوام التراب حتى يقوم ماكس بحفرها. أنت تبلي بلاءً رائعاً. تم الإنجاز. الخنزيرة جائعة للغاية. ساعدها في جمع الطعام. اضغط على الشاشة لجعل الخنزيرة تقفز. اضغط على الشاشة مرتين حتى تقوم الخنزيرة بقفزة مزدوجة.
سانتا في جمع كل الحيوانات للاحتفال. اضغط على الحيوانات لوضعها في الزلاجة. تسبح في البحيرة لمدة طويلة وهي جائعة الآن. لنقم بإطعامها. ارمي الطعام من الكيس وإلى البطاط. رائعا، حافظ على هذا المنيو. هذا كل شيء. هناك بعض صغار البط التي فقست. لنقم بإعداد عش دافئ لهم. اسحب القش وبعض قطع القماش إلى الصندوق. مرحى، هذا كل شيء. لقد شبعت البطاط وأصبحت مستعدة لوضع البيض. اجمعها في السلة. أنت تبلي بلاءً رائعاً. لقد فعلناها. هذا كل شيء. لقد قررت البطاط التنزه في الفناء. لنقم بتجميع ريشهم في سلة. حافظ على هذا المنوال. أنت تبلي بلاء رائعا. تم الإنجاز. لقد جمعنا ما يكفي من الريش لصنع بعض الوسائد. اسحب الريش من السلة إلى قرادة الوسادة. رائع! لنقم بتزيين وسادتنا. اسحب غطاء الوسادة الذي تفضل إلى الوسادة. رائع! لنقم بتزيين وسادتنا. اسحب غطاء الوسادة الذي تفضل إلى الوسادة. رائع! لنقم بتزيين وسادتنا. اسحب. مزرعتنا بحاجة إلى مساحة أكبر. لنقم ببناء خلية أخرى لهم. اسحب أجزاء الخلية إلى المعالم الصحيحة.
لقد فعلناها. يا للروعة! هذا كل شيء. بحاجة إلى رحيق الزهور لصنع العسل. أسكب السماد من الكيس على البراعم لجعل الزهور تنمو. يا للروعة! حافظ على هذا المنوال. كل شيء. لقد جمع نحلنا الرحيق، إنهم يصنعون منه العسل. أحضر وعاءً واستخدمه لالتقاط قطرات العسل. جاهز؟ أغنامنا جائعة، إنها تحب أكل العشب الطازج. أسكب بعض الحبوب من الكيس على المشتل لجعل العشب ينمو. مرحى! حافظ على هذا المنوال. الإنجاز. الأغنام تحب أن تبدو أنيقة، لنساعدها على ذلك. قم بسحب وإسقاط التزيينات التي تحبها الأغنام. هذه النعجة ميلو، لقد كانت تتجول وأصبحت متسخة. لنقم بتحميمها. اغسلها بالصابون. أحسنت. لنقم الآن بإزالة الصابون بالماء. لقد أصبحت ميلو نظيفة وجافة. لنقم بقص الشجرة. أحسنت. قم الآن
بتدوير العجلة لصناعة الخيوط. لدينا الآن الكثير من الخيوط الملونة لنقم بخياطة بعض الأشياء الدافئة واللطيفة. اسحب الخيوط إلى الرسم. لقد فعلناها، مدهش. يا للروعة، أنت تبلي بلاء رائعا، أنت تبلي بلاء رائعا. جاهز؟ هو الثور هيثم، لنساعده في حرف الحقل. اضغط على الشاشة لتمكينه. لقد أصبح هيثم متعباً. اسحب دلو الماء إليه. سيشرب وسيواصل الحرف. لقد أصبح هيثم متعباً. اسحب دلو الماء إليه. سيشرب وسيواصل الحرف. لقد أصبح هيثم متعباً. اسحب دلو الماء إليه. سيشرب وسيواصل الحرف. حقلنا أصبح محروثاً. تبقى الآن زرعه. اسحب البذور من الكيس إلى الطبقات. لقد زرعنا المحاصيل وحصدناها. لنقم بتسليمها الآن. ثعلبنا هيثم في الطريق. ها نحن ذا. اسحب الحصاد إلى الطاولة. حافظ على هذا المنوال. تم الإنجاز. عمل هيثم بجد وأصبح متعباً. لنقم بإعداد سرير مريح له. اسحب التبن من العربة إلى الإسطبل. جاهز؟
قابل زياد الحمار لنقم بإطعامه. اسحب الطعام الذي يريده إلى مكان الطعام. إلى السلة المتواجدة على ظهره. أنت تبلي بلاءً رائعاً. اسحب الآن العنب إلى البرميل. مدهش. جاهز؟ في مزرعتنا، وسيقوم زياد بالترفيه على الأطفال عبر الركوب عليه. ضعهم على ظهر الحمار. القطة لوسي، إنها تحب اللعب لكنها بحاجة إلى الرعاية. خذ المشط وامشط شعرها المتشابك. تم الإنجاز. فئران في المزرعة، ساعد لوسي على إمساكها. اضغط على الفئران قبل أن تختبئ. مرحى. لقد فعلناها. هذا كل شيء. لديها بعض الهررة الصغيرة لكنها تتململ كثيرا. يجب أن تعيد الهررة الصغيرة الهاربة إلى أمها. مرحى مرحى. هذا كل شيء. لقد لعبت لوسي بالكرات وتشابكت. ساعدها على التحرر. اسحب الخيوط. جاهز؟
جاهز؟